أكد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية أن مصر لا تزال متمسكة بالأمل لإنقاذ المنطقة. الرئيس المصري وجه خلال كلمته في القمة العربية نداء للمجتمع الدولي، أكد فيه أن ثقة شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض لاختبار، وتبعات ذلك ستكون كبيرة على الأمن والسلم والاستقرار. إن مصير المنطقة ومقدرات شعوبها أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب والمعارك الصفرية، وإن مصر التي أضاءت شعلة السلام في المنطقة عندما كان الظلام حالكا وتحملت في سبيل ذلك أثمانا غالية وأعباء ثقيلة، لا تزال رغم الصورة القاتمة حاليا متمسكة بالأمل في غلبة أصوات العقل والعدل والحق لإنقاذ المنطقة من الغرق في بحار لا تنتهي من الحروب والدماء. ولذلك فإنني من هنا أمام قادة زعماء الدول العربية أوجه نداء صادقا للمجتمع الدولي وجميع الأطراف الفاعلة والمعنية، فأقول لهم إن ثقة جميع شعوب العالم في عدالة النظام الدولي تتعرض للاختبار لا مثيل له، وإن تبعات ذلك ستكون كبيرة على السلم والأمن والاستقرار،